باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته إلى أبد الأبدين وإلى دهر الدهرين كلها أمين. بنجاوب على أسئلة من يسألون حول الكتاب المقدس، والنهاردة هنبتدي نتكلم في سفر الملوك. سفر الملوك الأول، أنا خلصنا كل الأسفار اللي قبل سفر الملوك الأول، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، يشوع، قضاة، أرعوس، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، واتكلمنا كمان على سفر نشيد الأناشيد وسفر يونان. والنهاردة حابب أتكلم معاكم أول حلقة في سفر الملوك الأول. وأشرت قبل كده لما اتكلمت على في سفر صموئيل الأول في الحلقات الأولى، قلت إن سفر صموئيل الأول والثاني كانوا سفر واحد، وسفر الملوك الأول والملوك الثاني برضو سفر واحد. والكلام ده عشان بس نقدر نفهم ونعرف الأسفار كلها. في سفر القضاء زي ما احنا شفنا قبل كده اتكلم عن فترة طويلة، هي فترة حكم القضاء. سفر صموئيل الأول وسفر صموئيل الثاني اتكلم على العصر ما بعد القضاء أو نهاية حكم القضاء، وطبعا كان آخر قاضي لبني إسرائيل هو صموئيل وأولاده، وبداية الملوك، وشفنا شاول وبعد كده داود. في سفر الملوك الأول هنبتدي نشوف بعديها بقية الملوك أو من داود وفيما بعد يعني، وهنشوف بعد كده كمان انقسام المملكة، مملكة بني إسرائيل لما انقسمت إلى المملكة الشمالية وكان فيها سماها مملكة إسرائيل، والمملكة الجنوبية كان سموها مملكة يهوذا. كاتب سفر القضاء شفنا أن هو كان نبي واحد، أيضا كاتب سفر الملوك الأول والملوك الثاني هو واحد برضو، هو أرميا النبي. اتكلم سفر الملوك لما بنقول فلان بيبقى فيه أكتر من اعتبار، ما هوش بنقول كلام وخلاص، لا بيبقى فيه حاجات مستلمينها، استلام سموها التقليد من واحد إلى الثاني، من الثاني إلى الثالث، وهكذا إلى توصل لنا. الحاجة الثانية بتبقى في كتب كمان بتبقى كاتبة أحيانا، بعض هذه الكتب كاتبة حاجات من هذا التقليد، يعني مش بس التقليد مسلم شفاهة بس، كمان أحيانا يبقى كمان التقليد مكتوب. فكاتب السفر هو أرميا النبي زي ما احنا شفنا، وهنشوف دلوقتي في داخل السفر ليه احنا بنقول أرميا وليه بنقول ده سفر كتاب مقدس، ما هواش كتاب تاريخ بيأرخ للملوك، لا ده بيتكلم على حاجة معينة، وهنشوف دلوقتي مع بعض الحاجات دي كلها. زي ما قلت ان سفر صموئيل الأول والثاني كانوا كتاب واحد، كلمة سفر معناها كتاب، وأنا اتكلمت على كلمة سفر قبل كده، تعني ممكن تعني كتاب مقدس، ممكن تعني كتاب أيا كان هذا الكتاب، ممكن تعني وثيقة، ممكن تعني عقد أو ورقة أو ورقتين، هي يطلق عليها كلمة سفر. بس عشان نبقى عارفين المعنى معناها إزاي كمان، يعني أنا اتكلمت قبل كده وبعيد تاني وتالت عشان نقدر نتابع مع بعض. سفر الملوك الأول والثاني زي ما احنا قلنا كانوا سفر واحد ويمثل فترة حكم الملوك، وتقريبا حوالي 400 سنة، تقريبا حوالي 400 سنة حكم الملوك، ومن داود. وداود عشان يبقى سهل الحفظ لنا نعتبره سنة 1000 قبل الميلاد، داود سنة 1000 قبل الميلاد تقريبا. إلى هذا أسفار الملوك دي بتأرخ إلى سقوط أورشليم سنة 500
87 أو 586 فده بفترة حكم الملوك. وفي الترجمة لما ترجم الكتاب المقدس من العبري إلى اليوناني اتسموها ترجمة سبعينية، زي ما أنا قلت قبل كده قسم سفر صموئيل أو صموئيل إلى سفرين وسفر الملوك إلى اثنين، لأن الكتاب كان السفرين كانوا كبار فخصموا عشان يبقى سفرين لما بيكتبوا على ورق أو على البرديات يعني يبقى يقدروا يكتبوا السفر ده على بردية كبيرة أو على الطرق اللي كانت متاحة في الكتابة في الوقت ده، عشان يبقى بس ما هوش كبير وحجمه كبير من أجل بس الحجم مش أكتر، يعني ما هماش شالوا منه حاجة ولا قطعوا منه حاجة، لا هو نفس السفر. بدليل احنا لما بنقارن مع النسخ القديمة هي نفسها نفس النسخ زي اللي موجودة عندنا بالظبط. فسفر الملوك الأول والملوك الثاني كان كتاب واحد، واتقسم في الترجمة السبعينية لما ترجم من العبري إلى اليوناني إلى كتابين، الملوك الأول والملوك الثاني. وفي السبعينية يعني اتخذ اسم ملوك أول وملوك تاني على أصفار صموئيل، والملوك الأول والملوك الثاني سموه ملوك ثالث وملوك رابع. مش مهم التسميات بس عشان بس لو انتوا سمعتوا الكلمة دي تبقوا عارفين دي جت منين، تبقوا عارفين دي جت منين. فملوك الثاني وملوك الأول سمي على أصفار صموئيل الأول وصموئيل الثاني. ملوك الأول اللي معانا هو ملوك ثالث، ملوك الثاني هو ملوك رابع. أيا كان التسمية بس عشان تبقوا عارفين الـ لما تسمعوا أو تقروا في التاريخ تبقوا عارفين أدينا يعني في معلومة خدناها مع بعض. كل العلماء بتوع اللغة اللي درسوا أسفار الكتاب المقدس يعني سفر الملوك الأول والملوك الثاني من ناحية اللغة لقوها أنه الكاتب واحد، تكاد تكون اللغة المكتوب بيها لغة واحد بس مش أكتر من واحد، مش أكتر من واحد. يعني مثلا سفر صموئيل الأول وسفر صموئيل الثاني شفنا أن هو كتبوه أكتر من واحد، شفناه أن كتبوه أكتر من واحد. لكن سفر ملوك الأول ملوك الثاني الكاتب واحد واللغة نفسها بتاعة السفرين اللي بيدرسوا اللغة، والكلام ده طبعا لعلماء اللغة عارفين الكلام اللي بقوله، يقدروا يستنتجوا ان الكاتب واحد مش اكتر من واحد. يعني لما يقول كاتب واحد يبقى كاتب، هذا الكاتب بيكتب بثقافة معينة، عنده في كلمات معينة بيستخدمها في مكان اللي هو موجود فيه، تبقى في حاجات ظاهرة في الكتابة مش هي من عنده هو اللي حطها، عشان بس تبقوا عارفين. الوحي الإلهي هو الله بيعطي وحي الفكرة، والله بيعصم الكاتب ان هو يغلط وهو بيكتب الفكرة اللي بيديها له. وحي الفكرة، واحيانا في بعض كلمات بتبقى وحي من ربنا مباشرة زي الوصايا العشر او زي سفر التكوين وسفر الخروج اللي احنا ما قلنا هذه هي التعليم، الوصايا والتعليم التي كتبتها لتعليمهم. أو زي ما شفنا الوصايا العشرة ربنا اداها لموسى يعني كلوحين. لكن في أغلب الوحي بيبقى وحي فكرة، بيدي فكرة للكاتب والكاتب يصيغ هذه الفكرة بالطريقة اللي هو فهمها، فبيستخدم اللغة البشرية بتاعته، بيستخدم الثقافة اللي هو يعرفها، اللي فهمه بيكتبه ويوصله لنا، بس عشان تبقى الأمور كمان زيادة في التوضيح أكتر.
لما نيجي لسفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني، زي ما قلنا إن الكاتب هو تقريبا واحد، شخص واحد، وأسلوب بتاعه أسلوب بسيط في الشرح، بداية حكم الملك ونهاية حكم الملك. وعلى سبيل المثال أنا هاخد مثلا ما هو موجود في سفر الملوك الأول أصحاح 14 ومن عدد 21 على سبيل المثال عشان نقدر نفهم الطريقة اللي بيكتب بيها أو كان بيكتب للملك إزاي. وأما رحبعام ابن سليمان فملك في يهوذا، وكان رحبعام ابن 41 سنة. فأنا بيتكلم اسم الملك، وبعدين بيتكلم ده ابن مين، وبعدين ملك فين، ملك في يهوذا، وكان رحبعام ابن 41 سنة حين ملك، بيتكلم على سنه وقت ما ملك، وملك 17 سنة في أورشليم مدة الحكم بتاعه في المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع عصبات إسرائيل، واسم أمه نعمة العمونية. أنا هرجع ليهم مرة تانية، هنا بيذكر اسم الملك وأبوه مين وملك فين وملك قد إيه واسم أمه هي مين، وابتدي يدينا بعد كده ملخص لحياة هذا الملك. فيقول مثلا على سبيل المثال: وعمل الشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل أبائهم بخطاياهم التي أخطأوا بها. يعني بينقيس هذا الملك عمل شر أو عمل خير. وبنوا هم أيضا يعني بنوا لأنفسهم مرتفعات وأنصاب وسواري على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء، وكان أيضا مأبونيون في الأرض، فعملوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. دي تقريبا الملخص اللي بيحاول يديهولنا لكل ملك، الملخص اللي بيديهولنا لكل ملك. مين اللي ملك وملك ابن مين وسنة كام، أو ملك سنه كان كام سنة، وملك قد إيه، سواء ملك في إسرائيل أو ملك في يهوذا، و يعني السن بتاع الملك بتاعه، وملك فين أو ملك على مين، على يهوذا أو على إسرائيل، وملك كام سنة، سواء ملك على إسرائيل على يهوذا أو على إسرائيل أيضا، و كان سنه قد ايه، وملك الى نهاية السن بتاعه، وابتدي بكده وصار في طريق الشر او صار في طريق الخير، وبقية اموره وكل ما صنع اما هي مكتوبة في 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 سفر كذا او في كتاب كذا. وبعدين واتجع ودفن مع ابائه او مات، يعني ده الملخص. وبيحاول يدينا المقياس بتاع هذا الملك، سواء كان ملك بار أو ملك شرير، وبيحط لنا ملخص لحياته. ممكن يكون عمل حاجات تانية بعد كده بيذكرها، لكن ده بيدينا الملخص بتاع هذا الملك، صار في طريق الشر أو صار في طريق الخير. والكتاب المقدس حط لنا اتنين ملوك، واحد مثال للشر انه هو يربعام ابن نبات، واحد تاني مثال للخير اللي هو داود اللي هو حسب ما نفذ الوصية. يعني فده مقياس للشر اللي هو يربعام، والتاني مقياس للخير اللي هو داود. فيقول ملك وصار في تاريخ يربعام ابن نبات الذي جعل إسرائيل يخطي، او صار حسب داود لكن لم يكن قلبه كاملا كقلب داود، او عمل ما هو في الوصية وفي الشريعة. ده الملخص اللي بيدونا عن كل ملك. وده ليه؟ ده عشان بس يقول لنا حاجات مهمة جدا، ان هو الكتاب او السفر ما هوش كتاب تاريخ للملك ده. هو صحيح التاريخ اللي فيها تاريخ حقيقية ولم يخطف أي تاريخ من التاريخ، لكن عشان يدينا حكمة
روحيه، ان هل هذا الملك كان ملك ماشي حسب وصايا ربنا او لم يكن حسب وصايا ربنا. وبالتالي هنشوف كمان يبتدي يهتم بقى يتكلم على الحاجات الحلوه اللي عملها او الحاجات الوحشه اللي عملها، الحاجات الحلوه عشان نتمسك احنا بيها ونعملها، والحاجات الوحشه عشان نرفضها لما تعرض علينا وما ننفذهاش لو في اي حاجه في السكه اتعرضت علينا زي هذه الامور. فدي حاجه. الحاجه الثانيه بيتكلم على زي ما شفنا سواء مملكة الشمالية مملكة إسرائيل أو المملكة الجنوبية مملكة يهوذا، وبعدين بيتكلم كمان على اسم أم الملك، يعني مش بس أبوه واسم أمه كمان، عشان يدينا من هذا الملك لما عمل الشر أو هذا الملك لما عمل الخير كان فيه مين اللي حواليه اللي بيساعدوه، أو مين اللي حواليه كانوا بيحاولوا يدوله قوة وطاقة عشان يقدر ينفذ ويسمع الكلام يعني. فمش بس الأب والأم كمان، وده أسلوب الكتاب المقدس، إن مش واحد بس بيأثر في الابن، لا الاثنين الأب والأم بيبقى لهم تأثير في ابنهم. ألخص كده بسرعة، بيتكلم على الملك هو مين، أبوه مين، أمه مين، سنه وقت ما ملك كان سنه كم سنة، ملك كم سنة، ملك على مملكة إسرائيل أو على مملكة يهوذا، واسم أبوه مين واسم أمه مين، وطبيعة الحكم بتاعه اللي حكمه، هل كان ملك عادل أو كان ملك شرير. وابتدي يختم قصة حكم كل ملك من ملوك سواء يهوذا أو بعد كده من ملوك إسرائيل، وفي الآخر خالص يذكر لنا مات الملك ده ودفن فين، ويبتدي يذكر لنا بعد كده خليفته اللي هو جه بعديه، وهكذا تعاد الكرة مرة أخرى زي ما احنا قرينا دلوقتي في سفر الملوك الأول أصحاح 14 اللي هو قصة رحبعام، ومن عدد 29 إلى الآخر، لما ابتدي أنا اتكلمت على بداية حكمه، لما ابتدي يتكلم على الختام بتاعه وبقية أمور رحبعام وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل الأيام، ثم اتجع رحبعام مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود، واسم أمه نعمة العمونية مرة تانية بكررها، وملك أبيام ابنه عوضا عنه. وبعد كده ابتدي يدخل لنا في الملك اللي بعد منه. فدي عشان يدينا عبرة أو نأخذ عبرة من كل ملك حكم في بني إسرائيل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن هنلاقي كل الملوك بنفس الطريقة، فده دليل على إن الكاتب هو واحد مش أكتر من واحد كتبوا سفر الملوك. وهنشوف بعد كده من خلال أدلة كتيرة، هنتكلم مع بعض على الأدلة دي، إن هو أرميا النبي زي ما احنا قلنا في البداية. لما بيجي يتكلم على ملوك بني إسرائيل، الصيغة بتاعته بتختلف شوية عن الصيغة اللي بتتكلم عن ملوك يهوذا. في ملوك بني إسرائيل كانوا أغلبهم يعني لم يسيروا كاملين في وصايا الرب. في ملوك يهوذا بيتكلم مدة حكمه ومقر الإقامة بتاعته، إدانة هذا الملك لعبادة الأوثان أو تكسير الأنصاب، اسم ولد الملك، اسم والدة الملك، وبيختم القصة من كل ملك عمل إيه، سواء ملوك إسرائيل أو ملوك يهوذا. وبيبتدي يتكلم عن ابنه اللي خلفه في العرش، وده
المقياس اللي هو حطه لنا، ويتكلم عن حاجة اسمها المرتفعات. المرتفعات، ومرة هتكلم معاكم عن هذه المرتفعات، وهنتكلم فيها لما هنتكلم على بناء الهيكل، حابب أتكلم معاكم على هذه المرتفعات. لكن بس ده المقياس اللي بيقولوا إن هو الشعب كان بيعبد في المرتفعات، أو بيعبد على السواري، أو ترك السواري، أو إلى آخره، عشان يبين مدى التزام الملك والشعب بوصايا ربنا. قلت في البداية إن كاتب سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني هو أرميا النبي. وفي أكتر من حاجة، زي ما قلت في البداية، في حاجة اسمها التقليد. التقليد اللي هو مسلم من اللي قبل مننا، وهنشوف الكلام ده في عند اليهود في كتاب اسمه التلمود. كتاب اسم التلمود، ويمكن التلمود اللي يعنيه هو التلمود البابلي، بيقول ان كاتب السفر هو أرميا النبي. كاتب السفر هو أرميا النبي، وكتب بوحي من الروح القدس نقلا وتجميعا عن ما سجله أنبياء من قبله في تسجيلات الأحداث عصروها، مثل نسان النبي وجاد الرائي وعدي وشمعي وأشعية، وبعد ملوك مثل داود وسليمان. وهنشوف أدلة بعد كده إن هو فعلا الكاتب هو أرميا من خلال الكتاب المقدس فيما بعد. لكن ده حاجة اسمها التقليد أو التلمود، اللي هو كتب إن أرميا النبي هو الكاتب. هديكم مثال على كده، لما تروح تحضروا الكنيسة ويقف القارئ يقرأ مثلا رسالة من الرسائل، يقول لك إيه؟ البولس، يعني رسالة من رسائل بولس الرسول إلى البولس، فاصل من رسالة بولس الرسول أهل روميا. فإحنا عرفنا أن رسالة روميا هو كاتبها بولس الرسول. أو رسالة البولس فاصل من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين، رغم أن العبرانيين مش مكتوب عليها اللي كاتب هو بولس، لكن من خلال التقليد في الكنيسة أن هو ده بولس هو اللي كاتب. أو إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، أو أعمال الرسل اللي هو كاتبه القديس لوقا، أو سفر الرؤيا ليوحنا الرائي. ده بنسموه التقليد، اللي إحنا سمعينه في الكنيسة، سمعينه في الكنيسة، فلا خلاص إحنا ده تقليد مستلمينه من اللي قبلينا، واللي قبلينا برضو استلموه من اللي قبل منهم. وقت ما اتكتبت الرسالة بعتها مثلا بولس الرسول، او بعتها بطرس، او بعتها يوحنا، او ايا كان التلميذ من التلاميذ، بعت هذه الرساله للكنيسه، الكنيسه استلمتها ان دي رساله يوحنا، فخلاص بقت رساله يوحنا. في رساله يوحنا الاولى، رساله يوحنا الثانيه، رساله يوحنا الثالثه، او رساله يهوذا، او رساله بطرس الاولى او الثانيه. ده بنسميه التقليد، اللي احنا بنسمعه في الكنيسه ومستلمينه من قبل مننا. بنفس الحكايه في اليهود، حاجة عندهم اسم التلمود، وده نوع من ده كتاب من الكتب مكتوب صحيح، لكن كتب التقليد المستلمين هم في الوقت ده. فكتب ان سفر الملوك هو اللي كاتبه أرميا. سفر الملوك الاول والثاني، احنا زي ما احنا قلنا كاتبه أرميا. يبقى اول واحد التلمود كاتب ان سفر الملوك هو كاتبه أرميا. لما نيجي في الكتاب المقدس، في داخل الكتاب المقدس، في سفر أخبار اليوم الأول، بيقول: وأما أمور داود الأولى والأخيرة هي مكتوبة في أخبار صموئيل الرائي، وأخبار نسان النبي، وأخبار جاد الرائي، في أخبار اليوم الأول 29-29. فهنا بيقول صموئيل الرائي ونسان وجاد، احنا عارفين ان دول الثلاثة اللي هم كتبوا سفر صموئيل الاول وسفر صموئيل الثاني. يعني اللي عايز اقوله ان في داخل الكتاب المقدس بنشوف ان بيشير الى هذه الكتب،
وهنشوف دلوقتي وهشوف دلوقتي معاكم ان بيشير الى الملوك او القصص الموجوده في الملوك الاول او الملوك الثاني، بيشير الى ان الكاتب هو ارميا. الكاتب هو ارميا، هنشوف مع بعض بعد كده. فكاتب السفر نفسه بيشهد ان هو كتب ما هو كان موجود في هذه الكتب، وان ارميا النبي هو كمان لما نعرف ان هو كان من نسل الكهنوت من اولاد هارون، فبالتالي ابوه كان كاهن وكان يقدر يطلع على اي كتابات موجوده. دي بس حاجه يعني ارميا ككاهن فيقدر يشوف الكتب، لكن هو اوحي اليه الروح القدس ليكتب هذه الكتب، فكتب ما كتبه وما هو موجود في الكتب. في سفر اخبار الايام الاول لملوك يهوذا اللي هو موجود عليه، اللي هو سفر الملوك الاول 14 عدد 29 اللي احنا قرناها، وبقية أمور رحبعام وكل ما فعل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وملوك الأول كمان أصحاح 15 من عدد 7، وملوك الأول أصحاح 14 من عدد 19، أما بقية أمور يربعام كيف حارب وكيف ملك فإنها مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل، وبقية أمور أبية وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا، وكانت حرب بين أبية ويربعام. ملوك الأول 15 من عدد 7. فكل هذه الأمور بتبين لنا أن هي هذه الكتابات مكتوبة بوحي إلهي، أو كاتبينها أنبياء. وهنشوف كمان دلوقتي الكلام ده كمان لما هو موجود في سفر أرميا الأصحاح الأول ومن عدد الأول، كلام أرميا بن حلقية من الكهنة الذين في عنسوس في أرض بنيامين. فهنا أرميا كان كاهن زي ما احنا شفنا، فكان بالتالي بيقدر يشوف هذه الكتابات، وبالوحي الإلهي الذي أوحي به الله إليه كتب أرميا سفر الملوك الأول والملوك الثاني. زي ما قلت لكم التحليل اللغوي اللي موجود في السفر، يبقى احنا كده اتكلمنا على حاجتين. حاجة الأولانية التلمود اللي هو التقليد اليهودي بيتكلم ان كاتب الملوك الاول والملوك الثاني هو ارميا. الحاجه الثانيه ان هو ككاهن فكان يقدر بيطلع على الكتابات التي كتبها الانبياء اللي قبله، فبالتالي لما كمان كتب هو كتب او لو لم يحيد على ما كتبه الاباء اللي قبل منه او الانبياء اللي قبل منه يعني. الحاجة اللي بعديها اللغة نفسها اللي موجودة في السفر، وهنشوف الكلام ده في الأسفار، بتدل على ان الكاتب في زمن أرميا مش قبل كده ولا بعد كده. فاللغة في بداية زمن السبي ومتأخرة عن أشعية وعموس وهوشع وميخا ويؤيل ونحمية، دول كلهم كانوا قبل كده وقبل أخبار الأيام كمان. وواضح اللغة بتاعتنا تختلف عن سفر أخبار الأيام الأول، وأسلوب كمان عزرة، لأن احنا عارفين كمان عزرة كان بعد السبي، ونحمية وحج وزكريا، تختلف عن دول، وتختلف عن يعني تختلف عن أشعية وعموس وهوشع وميخا يؤيل ونحمية، ودول طبعا كانوا قبل السبي، او وتختلف عن ما هو معروف في بعد السبي كمان
اللي هو اسلوب عزرة ونحمية وحج وزكريا، وبالتالي هي تتطابق مع الطريقة التي كتب بها أرميا النبي. أرميا النبي باللغة طريقة الكتابة تدل على أن الكاتب هو أرميا. ولما نيجي نشوف هو مكتوب أو السفرين مكتوبين إلى ما قبل سنة 650، ما عرفش هو بعد هذه السنة، لأنه توقف عند هذه السنة اللي هو كان موجود فيها أرميا. في هنشوف مع بعض دلوقتي، هديكوا أكتر من مثل. في على سبيل المثال ملوك الثاني 25 على 27، في السنة 27 لسبي يهوى يكين ملك يهوذا في الشهر الثاني عشر في 27 من الشهر، رفع أوييل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوكين ملك يهوذا من السجن. وبعدين بيكمل: وكلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته. هنا بيتكلم على السنة بتاع سبي يهوكين، وطبعا احنا عارفين السبي حصل سنة كام زي ما احنا قلنا من شوية. وبيكمل كمان ان في سفر ملوك الثاني 17 عدد 23: حتى نحى الرب اسرائيل من امامه كما تكلم عن يد جميع عبيده الانبياء، فسبي اسرائيل من ارضه الى اشور الى هذا اليوم، اليوم اللي هو مكتوب فيه. وبالتالي السفر اتكتب في وقت السبي اللي هو كان أرميا موجود في هذا الوقت. في سفر الملوك الثاني 10:27 بيقول: وكسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة إلى هذا اليوم، برضو هذا اليوم اللي هو يعني كان لسه أثار السبي. وبالتالي هو لم يعاصر فترة موت نبوخذ نصر ولا سقوط بابل ولا رجوع الشعب من السبي، ودي الفترة العمرية تنطبق تقريبا على أرميا بالتحديد اللي كتب ما بين سنة 580 إلى 560، واستخدم تعبيرات هذه الفترة، تعبيرات السبي والحاسة اللي حصلت مع يهوياكين. فلما نقول اللي كاتب أرميا احنا متأكدين وعارفين ان الكاتب أرميا مش اي حد تاني. صحيح التلمود قال، التقليد اليهودي قال، اللي موجود في السفر واللي موجود في داخل السفر كمان زي ما احنا شفنا يدل على ان الكاتب واحد كان مطلع على الكتابات اللي موجوده في الهيكل، والكاهن كان او نعرفه هو كان مطلع على الكاهن، هو كان أرميا كان كاهن، فبالتالي كل هذه الكتابات ترجع إلى أرميا كاتب سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني. دي حاجات بس ذكرتها عشان أبرهن على أن الكاتب هو أرميا. يبقى أول حاجة التلمود، الحاجة الثانية الكاتب واضح أنه هو مطلع على الكتابات اللي كانت موجودة في الهيكل، كتابات الأنبياء اللي قبل كده. الحاجة الثالثة ان الكاتب استخدم تعبيرات، هي هذه التعبيرات تنطبق فقط على واحد كان موجود في زمن السبي في الفترة دي بس اللي هي فترة أرميا. الحاجة الرابعة في أدلة داخلية داخل الكتاب المقدس وداخل الأسفار تؤيد ان سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني هي أسفار إلهية، ما هياش كتب عادية أو كتب أي حد كتبها كده وخلاص، لا، هي كتب إلهية مكتوبة بوحي إلهي. وهنشوف من خلال حاجات كتيرة واضحة جدا أن الكاتب هو كتب بوحي إلهي، وأنه نبع حقيقي، ويعترف بكل كده كل من درس أسلوب السفر. ما هوش كتاب تاريخ أو واحد بيكتب تاريخ، ولا واحد بيهتم بالناحية السياسية ولا الناحية التاريخية، لكن كان هدف
السفر الملوك الأول والملوك الثاني هو إظهار عمل الله ويده الممدودة تحفظ من يتمسك بوصاياه ويعاقب كل من يبتعد عنه ويعاقب كل من يترك هذا الإله بعيد، زي ما موجود في سفر صموئيل الثاني أصحاح 7 من عدد 12 إلى عدد 16. الاهتمام مش بس بالأمور الأحداث التاريخية، لكن اهتمام بالأحداث الروحية. عمل ربنا عمل كده ليه؟ في سفر صموئيل الثاني أصحاح 7 ومن عدد 12: متى كملت أيامك وتجعت مع أبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لإسمه، وأنا أثبت كرسي مملكته للأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا للأبد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤية كذلك كلم نسان داود. فكلام ربنا يقول له إيه؟ إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. ده الأسلوب الإلهي اللي تكلم به ربنا مع النبي اللي يبلغه لداود. هو نفس الأسلوب اللي شايفينه في سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني، ولما هنشوف مع بعض هذا الكلام أو من يدرس السفر هيلاقي الكلام اللي بقول لكم عليه بالظبط كده زي ما أنا أشرت في البداية. فهو مش مهتمش بتفاصيل أحداث تاريخية كثيرة بالمقارنة باهتمامه الشديد بالأنبياء ومعجزات الأنبياء وتعليمهم وأقوالهم وتحقيق هذا الكلام، وكمان اهتم بالهيكل وإيمان بربنا وطوبة بعض الملوك. يعني بيوضح باستمرار ان عمل ربنا عمل عظيم وعمل غير عادي. وشفنا الكلام ده زي مظهور ربنا لأرميا في سفر الملوك الأول أصحاح 19 ومن عدد 11 وعدد 12: فقال اخرج وقف على الجبل امام الرب، واذ بالرب عابر وريح عظيمه وشديده قد شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزله ولم يكن الرب في الزلزله، وبعد الزلزله نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع ايليا لف وجهه برداءه وخرج وقف في باب المغاره، واذ بصوت اليه يقول: ما لك هنا يا ايليا؟ فقال: غرت غيل الرب اله الجنود، لان بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك، إلى آخر هذا الكلام. فهنا بيهتم بظهور الرب للأنبياء، ظهور الرب للأنبياء. يعني هو كتاب يهتم بالنواحي الروحية، وما سجل من أحداث تاريخية سجل لكي ما يبين صدق موعد الله للأنبياء اللي هم نفذوا الوصية، وصدق أيضا وعيد الله لمن لم ينفذ الوصية، لمن لم ينفذ الوصية. وكمان اهتم كتير قوي مش بس بالأنبياء، اهتم كمان حتى بالصلوات بتاعت الأنبياء وصلوات بتاعت الملوك كمان، زي ما شفنا في ملوك الأول 19 لظهور الإلية، وكمان ملوك الثاني 19 عدد 21. وصلاة مش بس الإلية أو ظهور الرب الإلية، كان كمان صلاة سليمان، ولما سليمان صلى ودشن الهيكل، وده هنشوفها في سفر الملوك الأول أصحاح 8 ومن عدد 18 ومن عدد 19.
فقال الرب لداود أبي من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيت الاسم قد أحسنت بكونه في قلبك، إلا أنك أنت لا تبني البيت بل ابنك الخالد من صلبك ويبني البيت الاسمي. وأقام الرب كلامه لتكلم به، وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم. وبعدين بيكمل سليمان، وبعدين يقول له في عدد 28: فالتفت إلى صلاة عبدك ولا تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي صليها عبدك أمامك اليوم، تكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذي قلت أن اسم يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في مكان سكنك. يعني ده مش كتاب واحد بيكتب كلام سياسة ولا كلام تاريخ، لا، ده بيهتم بالنواحي الروحية، بيهتم بالنواحي الروحية. فدي أدلة داخلية احنا بنشوف واحدة واحدة كده مع بعض عشان نوصل إلى الختام هذه الأدلة. شفنا ظهور زي ما ربنا ظهر لجاد وكلم داود ان اللي انت عوج اقدبه، فاظهر سفر الملوك الاول وسفر الملوك الثاني هذه هذا التعامل الالهي او هذه التعليم الالهيه، انت عوج اقدبه، فبالتالي اظهر هذا من خلال كل حياه الملوك. اللي شفناه كمان ان صلاه ايليا وظهور الله لايليا، يعني اهتم باظهار الله لما ظهر للانبياء سواء ايليا وبعد كده اليشع كمان، ومن قبل كده كمان صلاه سليمان القويه العميقه اللي شفناها. وكمان اهتم مش بس بإيليا وإليشع، اهتم كمان بأنبياء كمان واقتطف حاجات من حياتهم زي أخية ملوك الأول 11 وميخا ملوك الأول 22. وطبعا لما نيجي أخية وميخا يبقى معناه ان هو واحد جه بعد بعد دول، يعني اللي هو ينطبق على ينطبق على أرمية. كمان اقتبس من أنبياء وبيكتب اسمهم بخاصة نبوة أشعية النبي، وده هنشوفها في ملوك الثاني 18 من عدد 15 إلى ملوك 19 20 عدد 19، وده هنلاقيها متطابقة كمان مع ما هو موجود في أشعياء من 36 إلى 39، وبيكتب إن الأشعياء، واهتم إن يذكر اسم أشعياء تقريبا في أكثر من 13 مرة ذكر اسم أشعياء، بيذكره بكل احترام لأنه نبي عظيم للإله العظيم. لكن لما اقتبس من السفر بتاعه اللي هو سفر أرمية لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، فبالتالي دليل على إن هو أرمية الوحي الإلهي يكرم الآخرين لكن لا يكرم نفسه. في أرمية 39 من عدد 1 والعدد 10 وأرمية 40 من عدد 7 إلى الآخر، وأرمية 41 وأرمية 44 و52، دي هنلاقيهم. طبعا أنا بذكر الحاجات دي كلها عشان بس الوقت، لأن لو قعدنا نذكر كل الحاجات دي كلها أنا بذكر حاجات يعني دليل أو اتنين، وبذكر لكم الباقي كشواهد، اللي عايز يستزيد ممكن يرجع للي بقوله. لما بيذكر في أرمية 39 من عدد 1 و ده موجود في سفر أرمية نفسه، ده هنلاقيه مقتبس في ملوك الثاني أصحاح 24 إلى أصحاح 25 من عدد 26، يعني أصحاح 24 كله تقريبا 25 دول موجودين في أرمية 39 و40 إلى أرمية 44 و52، دي كلها نفس الاقتباسات، لكنه لم يذكر اسم أرمية، فبالتالي هذه الأحداث ذكرها
أرمية في سفر أرمية، لكنه لم يذكرها في سفر الملوك الأول والملوك الثاني لأنه ما كتبش اسمه، وبالتالي كون لم يكتب اسم أرمية ولا مرة رغم أنه هو اقتباسات دي كلها منه، ده بيدل على تواضع من هذا الكاتب أنه هو لم يرد أن يكتب اسمه، وده دليل قاطع على أن الكاتب هو أرمية النبي. كان أرمية بيهتم زي ما قال لنا الكتاب المقدس مش بس في سفر أرمية ولا سفر يشوع أشعية، لكن فيما بعد هنشوف أن أرمية كان بيهتم بحساب الأعمار والسنين زي ما احنا شفنا، وبيشير إلى كده دانيال في دانيال 9 من عدد 2: في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرمية النبي لكمال 70 سنة على خلاب أورشليم. فاهتمام بالسنين والتعداد والعدد، وكون دانيال يذكره، دانيال يذكره، ويبقى بالتالي يشير إلى هذه الأمور اللي هي موجودة في سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني. لما بنقول حاجة مش بنقول بس حاجة اعتباطها من حاجة كده بس وخلاص، لا، ده في أدلة وفي التقليد اللي احنا ذكرناه في البداية. في كمان انه كتب سنين وأعمار الملوك، وده بيأكد ان هو كاتب السفر زي ما احنا شفنا. وفي كمان أدلة تاريخية تؤكد ان المنطقة اللي كتب فيها قبل ذهابه إلى السبي في سفر الملوك الأول الثاني 14-7: هو قتل من أدوم في وادي الملح 10,000 وأخذ سلع بالحرب ودعا اسمها يقتائيل إلى هذا اليوم. وده الاسم اختفى بعد السبي، يعني مش ملهوش وجود بعد السبي. فكون هو كتب هذا يبقى الكاتب كان عارف المنطقة، مش واحد جه بعد السبي وكتب هذا الكلام، ده كان واحد موجود في وقت السبي. في سفر الملوك الأول 9-13 وبيتكلم برضو على بعض المدن: ما هذه المدن تعطيتني أخي ودعاها أرض كابول إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم اللي هو كان وقت موجود في وقت مكتبة السفر، ودي كان طبعا هذه الموجودة إلى وقت السبي، بعد السبي انتهت طبعا. و في حاجات تانية في الـ تدل على أن الكاتب هو أرمية. في بعض تعبيرات استخدمها أرمية بس ما استخدمهاش حد تاني، زي كلمة كاموش إله المؤابيين، والكلمة هنلاقيها في ملوك الأول 11-7 وملوك الأول 11-23 وملوك الثاني 23-13، وهنلاقيها في أرمية 48-7 وأرمية 48-13 وأرمية 48-46. دي كاموش، دي هنلاقيها في 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 الاثنين دول، مش موجودين في أي أسفار تانية. في تعبيرين كمان: نبوخذ نصر ونبوخذ راسر، دي استخدامهم أرمية في السفر، وده هنلاقيها كمان جت في لم يستخدمها اي كاتب من الكتاب، لا سيما مثلا واحد زي عزرا ما كتبهاش رغم ان عزرا كان بعد السبي. في كمان كلمه كاموش اله المؤابيين، في كمان ملكوم كمان، ده تعبير موجود في ملوك الاول 11-5 وملوك الاول 11-33 وملوك الثاني 23-13، وده التعبير كمان استخدمه أرمية. في كمان كلمة ملخام، ودي كمان استخدمها أرمية بس، وكمان استخدم بعض الحاجات تدل على ان الكاتب هو أرمية مش اي حد تاني. كل الامور اللي انا عمال اذكرها والادلة اللي عايز اذكرها عشان بس اكد ان في داخل السفر الحاجات اللغوية
اللي موجودة في سفر ملوك الأول والثاني هي نفسها اللي موجودة بس في سفر أرمية. في حاجات كمان قصص ذكرت في سفر أرمية وقصص ذكرت في سفر الملوك الأول والملوك الثاني. وهذه القصص الموجودة مثلا في سفر الملوك الكتاب المقدس أشار إليها أن دي كلام ربنا، كلام ربنا، لا سيما في العهد الجديد. وهديكوا كمثال القصة اللي هي موجودة في ملوك الأول أصحاح 10. وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، حملة أطياب وذهب إلى آخره. هذه القصة لم تذكر إلا في سفر الملوك الأول، لكن أشار إليها الوحي الإله في العهد الجديد أن ده كلام ربنا. في سفر في إنجيل معلمنا متى صح 12 آية 42 بيقول كده: ملكة التيمن، التيمن يعني الجنوب يعني، أو ملكة سبأ، ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهوذا أعظم من سليمان هاهنا. فهنا الوحي الإلهي بيشير إلى هذه القصة إنها موجودة. وهنشوف بعد كده في حاجات كمان تاني في العهد الجديد بتدل على إن ما كتبه أرميا كتبه بوحي إلهي، وهو ده هو ده الكتاب. أكمل معاكم القصة بتاعت ملكة سبع عشان نقدر نفهم الموضوع مش إزاي. وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، حاملة أطياب وذهب كثير جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. فأخبرها سليمان بكل كلامها، لم يكن أمر مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبقى فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيح كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهوذا النصف لم أخبر به. زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد، جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. دي القصة بتاع ملكة سبأ زي ما احنا شفناها في إنجيل في سفر الملوك 10 من 1 إلى 9، وشفناها أشار إليها الكتاب المقدس بفمه الرب نفسه بفمه الإلهي في إنجيل متى أصحاح 12 من آية 42. وفي إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 9 بنقول: فلما رأى ذلك تلميذي، قصة تانية، تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ يعني هنا بيشيروا إلى قصة إيليا كمان، ودي موجودة في سفر الملوك الثاني الأصحاح الأول. يعني في سفر الملوك الأول موجودة قصة ملكة سبأ، في سفر الملوك الثاني موجودة قصة النار بتاعة إيليا. ملوك الثاني أصحاح الأول من عدد 10 إلى عدد 12. فأجاب إيليا وقال لرئيس الخمسين: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. ثم عاد وأرسل إليه رئيس خمسين آخر والخمسين الذين له، فأجاب وقال له: يا رجل الله، هكذا يقول الملك: اسرع وانزل. فأجاب إيليا وقال له: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من نار الله من السماء وأكلته هو الخمسين الذين له. فدي القصة دي موجودة في ملوك الثاني
صح الأول، هي نفسها التي أراد يعقوب ويوحنا ابني زبدي إن هم يشيروا على ربنا إن هو تنزل نار من السماء عشان تأكل الناس اللي هم ما سمعوش الكلمة يعني. وأيضا في يعني ده تاني اقتباس. ثالث اقتباس في رسالة معلمنا بولس الرسول أهل روميا صح 11: لم يرفض الله شعب والذي سبق فعرفهم، أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إلي؟ يقول الكتاب في إلي، الكتاب المقدس في إلي، كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجل أو رجل، 7000 رجل لم يحنوا ربة لبعل. فهنا 7000 واحد ما عبدوش بعل. دي نفسها موجودة في سفر الملوك الأول صح 14 صح 19 ومن عدد 14. فقال: غير تغيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك، نقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا واحد وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال له الرب: اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع ابن شفات من أبي المحولة نبيا عوضا عنك. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، الذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. وقد أبقيت في إسرائيل 7000 كل الركبة التي لم تكسو للبعل وكل فم لم يقبله. فدي أشار إليها رسالة روميا أصح 11 من عدد 2 إلى عدد 4، هي موجودة في سفر الملوك الأول أصح 19 من عدد 14 إلى عدد 18. دول أشار إليهم الكتاب قال كده، لكن ماذا يقول له الوحي؟ الوحي: أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا رب لبعل، أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب؟ فأنا بيتأكد أن الكتاب وده وحي، لكن ده كتاب وده وحي. وبالتالي زي ما احنا شفنا أني أشار الكتاب أن الكاتب هو أرميا، وأني اقتبس العهد الجديد منهم هذه الأمور. في رسالة يعقوب أيضا صح 5 من عدد 17 بيتكلم على إيليا لما صلى ولم تمطر مطرا. بيقول: كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة ألا تمطر، فلم تمطر على الأرض 7 سنين و6 أشهر. ودي هنلاقيها في سفر الملوك الأول أصحاح 17 من العدد الأول. وقال إيليا التشبيسي أو تشبي من مستوطني جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي، إلا عند قولي. فدي كلها شهادات إلهية استخدمها الوحي الإلهي لكيما يدل على أن الكاتب هو أرميا، وأن هذا هو كتاب إلهي، وأن دي وحي إلهي وده كلمات ربنا. وزي ما هو موجود مثلا في إنجيل مرقس الأصحاح الأول وعدد 7: كان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، ويأكل جرادا وعسلا بريا، زي ما بالظبط كان إيليا، زي ما كان إيليا. يعني صورة يوحنا المعمدان هي نفسها ما كان يصنعه إيليا. وفي إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 4 ومن عدد 25 كمان
الحق أقول لكم إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى أرملة صرفة سيدة. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمن أليشع النبي، برضو دي موجودة في سفر الملوك، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. دي كلها أمور تدل على اقتباس العهد الجديد واقتباس رب المجد والتلاميذ من سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني، ودليل على أنهم بيقولوا ان ده كلام ربنا. ألخص الكلام اللي قلته في كام نقطة. كاتب سفر الملوك الأول والملوك الثاني هو أرميا، وكان كتاب واحد وفي أدلة كتيرة. الدليل الأول التلمود اللي هو التقليد اليهودي بيقول ان هو كاتب، الكاتب هو أرميا. في أدلة كمان ان أرميا كان نبي وكان ايضا كاهن وابن كاهن، وكان بالتالي ممكن يطلع على الكتابات الموجودة في الهيكل، فاطلع على اطلع على الكتابات التي كتبها الأنبياء ولم يخرج عن هذا السياق، لكن كتب وأشار إليهم بكل احترام. أسلوب اللغوي اللي موجود في السفر يدل على أن الكاتب كتبه في وقت السبي، مش قبل السبي ولا بعد السبي بفترة طويلة، وأن في حاجات استخدمها أليشع أرميا في سفر الملوك الأول هي نفسها استخدمها في سفر الملوك الثاني. اقتبس سفر الملوك حاجات من أشعياء وأشار إليها، وذكر كده أشعياء وذكر ميخا وذكر بعض الأنبياء، لكن عندما اقتبس حاجات من سفر أرميا لم يشير إلى أن هو ده أرميا، دليل على أن هو الكاتب هو نفسه يعني. في الكتاب المقدس في حاجات في العهد الجديد كمان اقتبسوها التلاميذ ورب المجد نفسه أشار إليها، وأن الكاتب هنا هو أرميا. وشفنا قصة ملكة سبأ وقصة النار بتاعت إيليا، وشفنا كمان ال7000 رخبة التي تنحني لبعل، وشفنا كمان قصة صلاة إيليا عندما صلى فلم تمطر السماء 3 سنين و6 أشهر. ده ملخص لكاتب السفر، هو سفر الملوك الأول والملوك الثاني هو أرميا. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان ولا ظهر الدهور كلها أمين. أمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يأتي فليأخذ ما حياة مجانا. أمين أمين.